منحت السلطة الفلسطينية استثناء لطلاب الجولان ممن لم يستطيعوا إكمال تعليمهم في الجامعات السورية يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الفلسطينية. هذا الاستثناء سيسمح للطلاب من أبناء الجولان بالحصول على شهادات جامعية تعطلت بسبب الصراع الدائري في سوريا. يعشق الفن ويقول إنه يسري في دمه. كان حلمه أن يذهب بعيدا في احترافه، لكن الزمن توقف عنده سنوات عدة ومنعه من إكمال دراسته في المعهد العالي للموسيقى في دمشق. فداء الشاعر من قرية مجد الشمس في الجولان تقطعت به السبل وسعى منذ سنين لإيجاد بديل للحصول على شهادة جامعية. فهنا على الحدود بين سوريا وإسرائيل كانت محطته الأخيرة، ترك خلفها حلما لا يفارقه، إلى أن جاء قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني الذي سمح بشكل استثنائي لطلاب الجولان بإيجاد فرص حقيقية لإكمال تعليمهم. أنا كنت أتعلم بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، رجعت بال 2008، منعت من أني أرجع على دمشق. صار لي تقريبا 4 سنين بحاول أني أتعلم بالجامعات الفلسطينية طبعا، وأخيرا أنه بعد القانون الجديد أنا صرت أقدر أتعلم بالجامعات الفلسطينية. أنا بشوف الجامعات الفلسطينية هي الأفضل من ناحية التعليم، يعني لما الواحد عم يدور على شهادة لازم كمان يدور على أنه يكون في عنده خلفية ثقافية صحيحة، فلهيك أنا اخترت الجامعات الفلسطينية. قرار مجلس التعليم العالي الفلسطيني فتح أبواب الجامعات الفلسطينية لفداء وغيره من الحالات المماثلة في الظروف سيعطي لطلاب الجولان ما كان لطلاب الفلسطينيين دون تفرقة. أردنا من خلال مجلس التعليم العالي أن نتخذ هذا القرار من أجل خدمة إخواننا السوريين من الجولان وتوفير إمكانية استكمال دراستهم، خاصة وأنه يعني الظروف المحيطة بهم ليست يعني العائق الرئيس، وإنما ربما إجراءاتنا هي العائق الرئيس. لذلك أردنا أن نأتي على هذا الموضوع من خلال تذليل الصعوبات وإتاحة المجال لهم لاستكمال دراستهم. بشغفه عاد فداء طالبا من جديد، وعاد الحوار يتجدد بين الطالب والأستاذ. ففي جامعة النجاح في مدينة نابلس عام ونصف العام ستكون كفيلة بأن يحصل على شهادة جامعية تعيد له أمله وتفتح له آفاقا لتحقيق مشاريع جمدها الزمن. المسافة بين الجولان ونابلس في الضفة الغربية طويلة نسبيا، لكنها بين الحلم وتحقيقه لا تقاس. فالاستثناء الذي سمح لطلاب الجولان بإكمال تعليمهم في الجامعات الفلسطينية سيكون بالنسبة لهم بداية الدرب لمستقبل بدأ النور يضيء مساره. ثروة شقراء، الحرة، نابلس.